الجاثوم شلل النوم. قد تكون مررت بتجربة تستيقظ فيها مفزوعا وتشعر بثقل على صدرك يمنعك من الحركة، ولا تقدر على تحريك أي عضلة من جسمك بما فيها لسانك لتصرخ طالبا النجدة ممن يقطنون معك في المنزل. أنت مستيقظ ومتأكد بلا جدال من ذلك، لأنك ترى ما حولك في الغرفة رؤية طبيعية، وتسمع حديث من في الغرفة المجاورة، ولكنك مهما حاولت لا تقدر على القيام من فراشك والهروب من هذا الشيء المفزع الذي يفترسك من أخمص قدميك إلى آخر شعرات رأسك. ثم فجأة بوم، يتحرر جسد مثل النسبورك. هذه الحالة تسمى بالعامية بالجاثوم أو الرابوس. طبعا كانت على مر التاريخ مناطا للأفكار الشعبية، وعللت تعليلات خرافية بوجود كائن يجثم على الصدر ويمنع النائم من القيام. ولكن كالعادة فإن العلم آلة مجنزرة، تهرش كل هذه الخزعبلات الهشة تحت وطأة التحليل والبحث الواعي عن الأسباب والمسببات. علميا تدعى هذه الحالة بشلل النوم Sleep Paralysis، وهي تحدث عند اقتحام الحواجز بين عالمي اليقظة والنوم. قد تكون بعد النوم أو قبله، ولكن بالغالب بعد دخول حالة النوم. تكون فيها حاستي السمع والنظر فعالة بشكل اعتيادي، ولنضيف القراء فزعا، قد تكون هذه الحالة مصحوبة بهلاوس سمعية أو بصرية أحيانا، أي قد تسمع أصوات غير موجودة في الحقيقة بشكل وكأنها فعلا موجودة. يقسم النوم إلى دفعات من المراحل تتأرجح بين طورين يدعيان بالـ NREM والـ REM. الأولى هي الحالة التي لا تتواجد فيها الأحلام، والثانية هي حالة الانخراط في الأحلام. المصطلح الثاني هنا يشير إلى حركة العين السريعة REM Rapid Eye Movement، والأولى بدون هذه الحركة. نقدر أن ندعي بثقة أن الإنسان وحتى الكثير من الحيوانات الثديية الذي يدخل طور الـ REM هو في واقع الأمر يحلم، لكن هذه الحركة العشوائية للعين هي فعلا محاكاة لحركة العين التي ترى المشاهد في الأحلام. أي لو كنت تحلم ورفعت نظرك لترى مشهد معين في سماء حلمك، سوف تتحرك مقلة عينك الحقيقية إلى أعلى. تتناوب هاتين المرحلتين على عدة دفعات، بحيث يكون لكل واحدة ما يقارب 90 دقيقة. في طور الـ REM أي في طور الأحلام، يحدث فصل بين الدماغ والعضلات الإرادية بعمومها، هذا لغرض هام، وهو عدم قيام الجسم وعضلاته بالتفاعل فعليا مع الأحداث التي ينخرط فيها الدماغ الحالم. تخيل لو أنك كنت تحرك يديك وقدميك واقعيا لتحاكي ما يدور في أحلامك وأنت نائم. سيكون هناك خطر عليك في من هذه الحركات اللاواعية. المسألة كم يبدو ميكانيزم تطوري ضد هذه المدار. مربط الفرس. ولكن في بعض الحالات يستيقظ المرء قبل نهاية مرحلة الـ REM، لذا يجد عضلاته مشلولة ومفصولة عن نشاطه الوعي وخارج نطاق سيطرته، رغم أن سمعه وبصره وإدراكه لمحيطه سليم مبدئيا. لذلك لكون واعيا لذاته ولكن غير قادر على التحكم في جسده. لوحظ من خلال الدراسات أن شلل النوم يكون بالغالب مرتبطا بالنوم على الظهر والوجه إلى الأعلى. ومن مسببات هذه الحالة هي عدم الانتظام في النوم، تراكم الضغوط والقلق، وتعاطي المهلوسات. وكإجراءات وقائية يجب عليك اتباع عادات نوم منظمة، محاولة الحد من القلق قبل النوم، والابتعاد عن العقاقير المهلوسة. وكنصيحة أخيرة، إذا دخلت في شلل النوم وحدث وأن تحررت منه، لا تعد للنوم فورا، لأنه سوف يعود ويمسك بك ليرعبك مرة ثانية.